معرض الكتاب هذا العام هو المعرض رقم 51 الذي يأتي تحت شعار مصر إفريقيا ثقافة التنوع، والذي يستمر حتى 4 فبراير المقبل. يقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع 5، ويوفر 98 خط أتوبيس من أغلب ميادين القاهرة والجيزة بمواقف الأتوبيس ومكتوب عليها معرض الكتاب، وتتحرك بمعدل تقاطر 15 دقيقة من وإلى المعرض، وبسعر موحد 6 جنيهات. يشارك في المعرض 38 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبية، هي 12 دولة إفريقية و11 دولة أوروبية و13 دولة أسيوية ودولتين من أمريكا الشمالية. تحل دولة السنغال ضيف شرف في الدورة، لتكون بذلك أول دولة من إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف المعرض منذ افتتاحه. تم اختيار المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض. يشارك في المعرض هذا العام 900 دار نشر، من بينهم 398 دار نشر مصرية و255 ناشر عربي و41 تاجر من سور الأزبكية و99 توكيل. ينظم المعرض هذا العام مئات الفعاليات بإجمالي 929 فعالية ثقافية وفنية و3502 من المشاركين المصريين والعرب والأجانب. إسراء سعد، آخر النهار.